بالتزامن مع مواصلة الأجهزة المعنية جهودها لإزالة كافة التعديات والمباني المخالفة في مختلف المدن والأحياء، لم تغفل الدولة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بمواقع العمل من فيروس كورونا. العمل مستمر ولن يتم التهاون في أي مخالفة بحق الدولة، ذلك ما تؤكده الدولة دائما ويترجم على الأرض في حملات التطهير والإزالة التي تقام في كل المناطق والأحياء والمدن لإزالة التعديات والمباني المخالفة. النهاردة في مخالف على يمنا، المخالف ده حاول ونفذ فعلا غرف سطح زيادة عن المرخص ليه، واستصدرنا إجراءات الإزالة المعنية بالموضوع واستنفذنا كل السبل القانونية معاه، اللي آخرها هو الإزالة الفورية للمخالف. ما ينفعش عجلة الإنتاج تقف، بالتالي احنا قعدنا مع المقاولين بتوعنا في المدينة ونسقنا معاهم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على العامل اللي موجود في الموقع. الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لها الحظ الأكبر في مواقع العمل وسط عمال الإزالة، حيث يؤدون عملهم في واحد من الظروف الاستثنائية. احنا بننفذ قرار إزالة مع رغم فيروس كورونا، احنا شغالين واخدين احتياطاتنا كامل، ومفيش تجمعات ولا أي تظاهر ولا أي حاجة، لابسين الواقيات والكمامات ومفيش تجمع، كل واحد شغال في ناحية والامور مرتاحه زي الفل ان شاء الله. بالنسبه للتجمعات دهاتي بنحاول نبتعد عنها عشان خاطر نحمي نفسنا منها بس مش اكتر، اما بالنسبه لكشغلنا برضو بنحب ان بناخد وضعنا فيه، بنحاول نبعد ابعد عن اي حاجه فيها تجمعات، فيها اي حاجه تضرنا. بس حملات التطهير والازاله مستمره، فمن المقرر ان تتم اعمال الازاله بجميع المدن حتى مع قدوم شهر رمضان، وفي ظل وجود جائحة كورونا، بالإضافة إلى أعمال التطهير في الشوارع التي تقوم بها الدولة كواحد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. هند فاروق، تين تي في.